بنائي ما ديرنييرمون قاعدين نجبدوا في الاغاني تاع الاستاذ ديالنا رحال زبير اللي جاز دوكا تعرفوه سي تامون على بالنا باللي اليوم راكم فرحانين بزاف مادام هو موجود معنا بيان سور بيان سور جبدت لنا واحد الاغاني تاع رحال زبير وانا تي تري جون كنا نسمع انا سي مون ايدول رحال زبير شانسون مانيفيك من اروع الاصوات ومن اروع الفنانين دايوغ كي كان هنا سا ايتي سوربريز كي شفتو في البلاتو Il a bercé mon enfance, mais il a fait عمري 10 ans, 74-75. Il a fait un peu de temps pour l'agrani. Il a fait un peu de temps pour l'agrani. Il a fait un peu de temps pour l'agrani. Il a fait un peu de بون هي تعرف رحال زبير ما كانش فنانين تاع الجيل هذا تاع الجيل هذا ما يعرفش اللي ولاو يسمعوا بال لا لا حتى هو في وقته يعني هو كان التلحين ديالو كاع يل ديباسي سا جينيراسيون هذا واش قلت له يعني كان تخوف في وقته ما كانوش يفهموا واش كان يقول واش كان يلحن سيتي تالمون بو سيتي تالمون دون سعديه هذه كاين ستيل القناوات وتاع ستيل القناوه هذا وين جا هذا وين ظهر هو غنى عليه 30 سنه علاش ما تروحش تدو من عنده لحن يا ريت نعود لي شانسون تاعو ان شاء الله.